فين عفاريتك يا شبيه؟ مالهم؟ كان يقول له سبانخ، يقول له عيني هي ويجي لك نفسي تاكلها بعد القرف ده؟ مالكش دعوة، هاتها وانا اكلها. انا هعمل لك معجزة دلوقتي هثبت لك ان انا 100 100. يا عم روح روح. مش انت كان نفسك في بنتين حلوين يسهروا معانا فوق؟ اما كنا طالعين الرحلة بتاع الصواو دي. سيبك من الرحلة، انا دلوقتي هجيب لك اجمل بنت في بلدك اجوزها لك. ها؟ هتجيبها هنا؟ اجمل بنت هتشوفها في حياتك. هنا؟ حالا. اقول عليك اجدع عفريت. كتم بقى. ماشي. واو. ما بلاش واو ده بقى. وكيه؟ يا عم مش عارف، انت ما بتعرفش امشي من غيره. ده 100 100 والله. يا عم ده بيعقد المسائل. هتشوف هيجيب لك قمر يجوزها لك. تعالى بس. واو. نجيحة بتاعت المعادي. وانت نزلت في المعادي قبل كده؟ خدمت سنتين. لا والنبي. هتشوف. ما دي حيالة اللي واخداها كده. اه في خناقة أحمد اللي واخداها كده. واخدة إيه لما مؤاخذة؟ واخدة مطوة كده. اللي هتجوزها دي واخدة مطوة هنا؟ آه. علامة الواحد يعلمها بيها برضه. يلا يا عم ما دي حلوة واخداها كده. ما تخلص يا عم. واو. يا عم خلص ما تضيعش الليل. هات اللي واخداها كده. اوعى تجيبي اللي واخداها كده. يلا يا واو. لا والله خرجت من السجن امبارح. يا عم شير. خرجت من ايه؟ خرجت منين؟ من السجن. انت هتجوزني مسجونه؟ فشل. دي كانت بتزور امها وقفلوا عليها غلط. بتزور امها في عيشه فراخ. انت مش عليك اجيب لك البيت؟ ايوه. تعالى بس. يلا يا واو احسن بشك في قدراتي. وبالمره جدعانه هات عربيتك ودينا المعادي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا معروف في المعادي. يعني ايه؟ يعني لو مش عربيه شيك مفيش داعي يتعب نفسه. ده عنده اسطول اللي انت شايفه ده. معلش. هتشوف العربيه اللي نازله. انا بتكلم الاول. يلا يا واو. بسم الله. اركب يا اركب يا واو. نعم. اركب. اركب ايه؟ العربيه. مجنون ده ولا ايه؟ العربيه جت؟ ما تركب يا راجل انت من العربيه واقف. خالص. اقفل الباب. خالص. غريب قوي. خالص خالص. انا اقفل عربيه الراجل. بس هشوف انهي باب اللي مفتوح في البحر. قدامك اللي على البحر. اللي على البحر. اقفل. ايوه. ارزعه قوي. ارزعه. هات. تلعب في ايه؟ لا مفيش. عايزين نرجع للراجل العربيه سليمه. ايوه ان شاء الله هترجع سليمه. ده غريب قوي. طيب خلاص. هطلع بيك لوحدك ولا ايه؟ ونعمل ايه؟ يلا معادي معادي. ايه يا عم؟ تروح فين؟ واو دار السلام. ايه؟ دار السلام. ما قلناش دار السلام، قلنا معادي. اتكل على الله. اتكل على الله. مالك؟ ايه؟ هو الميكروباص هيتملي كله من ده؟ هطلع بيك لوحدك. تعال تعال تعال. خمسة. خلاص مفيش حاجة، ما تخافش. شغلك التكييف؟ لا ما تشغلش حاجة، اشتغل انت بس طلعني من المشوار ده. يلا يا واو على المعادي هنجوزك قمر قمر. نشوف. واحد اتنين تلاتة. طب قول لي ان واو عنده حنطور. احنا عبال ما نروح المعادي تكون مديحة ماتت. وقفت ليه؟ إشارة. أعمل لك إيه؟ إشارة فتحت. أول ما أروح هرجع في حجر مديحة. خافش خافش يا واو. لا وصلنا. اركن اركن يا واو. شاكرين. انزل يا واو. حاضر يا عم. ادي واو 10 جنيه. ادي واو 10 جنيه. يلا ميني نو. شوف معكم عليا التلاقو. ما كان معايا الا جنيه وربع اللي انت خدته. وبعد كده عاوز تفنجرو ابقى فنجرو من جيب امه. خلاص انا هدفع. اتكل على الله انت. تعال تعال نازل تقلبوه. تعال ما تشوف مديحه هتبوس ايدي. تعال خش البيت اهو. في البيت. ايوه الفتله اتقطعت. يبقى في حد غريب ده. مين ده؟ مين؟ ايه 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 يا عم بكره في ايه؟ مين ده؟ انا طالع لابويا فوق عشان اوديه للدكتور. اصل ابويا عبيط والحاله جات له. انا عبيط والحاله جات لي يا عم بكره. معقول يا ابني في عبط بيجي الساعه 4:30 الفجر؟ هو العبط ليه مواعيد يا ابن الهبله؟ مؤاخذه يا عم بكره. مالك مش تمشي حد لا يزور. هو بيقول كلام غريب. تعالى. قمر مديحه قمر. شقتها ايه؟ شقة العروسة.
ايه؟ مش كنا جبنا معانا تورتايه ولا حاجه؟ كلك ذوق كلك ذوق. أه؟ تعال تعال. بقول لك ايه؟ نعم. اوعى تعلي صوتك عشان اوضه ابوها هنا. ها؟ ما كنا جينا في وقت ابوها في الشغل. ما تخافش ابوها ميت. أيوة. استنى استنى. ايه؟ ولما هو ميت انت خايف من ايه؟ اصله ميت هنا على الكنبه بقاله بتاع 4 سنين. خش تسلم عليه. اسلم على واحد ميت؟ خش عادي، اصحابه قاعدين معاه. اصحابه الميتين؟ اه. هي ما دي حديثه ساكنه في قرافه؟ خلي بالك اوضه امها وراك. تعالى كده. امها صاحيه؟ اه صاحيه، بس واخده سكينه في رقبتها مش عارفين يشيلها لك. مالك؟ هروح الحمام دقيقه واحده. اوعى تروح، اخوها متقطع جوه. ايه متحف القتلة اللي انت جايبني فيه ده؟ تعالى بس، مديحة قمر تعالى. ايه ده؟ ايه دي؟ دي امها السكينة مضايقاها والنبي شدها لها. اوكي اشد ايه؟ شد لها السكينة. طب ذوقين يا جبان. شدها لها. قال انت. بقول لك ايه؟ عشان نتقي شرها اعمل زي بالظبط. ها؟ مامو 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 فرفرو على راحته. تعالى اوضة مديحة اهي. بسم الله ما شاء الله. مديحة انت مجنون يا واد، بتشخر وانت واقف. عليها الطرائق الشخيرة طالعة من تحت. مديحة ايه يا عم؟ ايه؟ ده احنا كان ممكن نشفط في السحبة اللي سحبتها دي. خافش خافش، خصوصا انت عشان حجمك قليل تلاقي نفسك لازق في مناخيرها. يلا ما تخافش، مش هي اللي بتشخر. امال مين؟ ابوها. انت مش قلت ابوها ميت؟ ميت نايل ويموت ويشخر هو في بيتك يا مديحة. يا قطعك ترمى يا بنت، رحت فين يا بنت؟ تعالي، ده انا عايزك تعالي. خالتها. خالته 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 خالته. اطلعوا اطلعوا خالته خالته. عشان نضمن بقيه العيله. عدوا 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 عدوا. تعال تعال شوف عروستك. ايه مالك؟ عفروتو. ايه انت جايبني ليه؟ عشان تتجوز. انا لا اصلح للجواز. ده كل ده كلام فاضي. انا عارف نفسي عشان خاطر تشوف عروستك. بعد الرعب اللي انا شفته لا اصلح للجواز. والله هتبقى زي الفل. تعالى بس يا مديحه. مديحه انا جايب لك عريس لقطه صاحبي الاستاذ وكيل، اكبر تاجر قطط في اسكندريه. قطط ايه؟ هي بتحب القطط زي عينيها. قطه 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 قطه. يلا هتجوزها اشتغل بالنشيد ده كل يوم. ما هي رياضه. يلا يلا كلم عروستك. حاضر. قطط. ها قطط قطط قطط. يلا احنا جايين نتكلم مع حضرتك كلمتين ونمشي على طول. انت جاي تخطب بنت شفيقة لال؟ يلا يا عم. يخرب بيت دلع اهلي. انا راح اجيب سجاير. اثبت. اوعى تسيبني. انا فظيعه فظيعه يا كيكو. مين كيكو؟ انت يا كيكو. يلا بقى يا كيكو تعالى جنبي. هيجي جنبك يا مديحه، بس والنبي شيل رجلك المحروقه عشان ما يخبطش فيها. يلا. رجلها ايه؟ رجلها محروقه، اوعى تخبط فيها. والتانية مسلوقة؟ مفيش تانية، هي واحدة ومحروقة. يلا انا فاضيلك. ايه؟ عندها رجل واحدة واتحرقت. واتحرقت. حظو حظو زفتو 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 حظو. يلا كلم عروستك. رجلي محروقة وخلي خلي بالك. وانت بتسلم عليها سلم على ايديها اللي جوه. ها؟ إيه؟ ايديها اللي جوه، في دراعين بره مش تبعنا وهتودينا في داهيه، خليك في اللي جوه، وفي دراع طالع لوحده ممكن تسلم عليه. انت جايب لي كابوريايا؟ يلا اي 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 اي
دي بتولد. اه مبروك يا وكيل، بقيت اب يا حبيبي. لا لا مش انا، مش ابني، مش ابني، مش ابني، مش ابني، ام العروسه. يا دي الجرس، يا دي الفضايح، انا ناقص اتزلف ابن عم الكبير. اقول للناس ايه دلوقتي؟ اقول لهم العاقل الرزين الوكيل خلاص اتجنن، ماشي يكلم نفسه في الجنينه، ايه المصايب دي؟ الحقني يا قاسم الحقني. ايه تاني حصل؟ ماليش دعوه بالوكيل. امال ايه؟ التلاجه ال40 قدم مالها؟ ما فاضلش منها غير 2 قدم. ايه ده؟ مقتنيات كنوزي راحت فين؟ طب الحمد لله ان انا اكلت قبل ما التلاجه تروح. اكلت حاجه من التلاجه بتاعتي؟ اكلت كوارع. ايه ده؟ اكلت كوارع القديمه دي؟ قديمه بتاعت مين؟ مارلين مونرو. مارلين مونرو؟ ايوه. وانا اقول رجليا حلاوه ليه؟ انا مش عارف. انت بتقلس؟ لا والله مقتنيات غاليه. سخان. ايه السخان يا اساتذه؟ ماله؟ يد خفيه امتدت وانتزعت السخان وانا واقف تحت الدش. ايه ده؟ وفجاه الحمام بقت ريحته شاي. ايوه انا شميت ريحه الشاي. كان شاي ايه ياد؟ ده انت بتهرب يا وكيل. يلا شوف الوكيل فين. يلا بيتكلم نفسه في الجنينه. تعالى تعالى هقول لك. هاتوا ليه؟ كنت بتكلم نفسك ليه؟ في ايه؟ بعت اكسسوارات البيت عشان تسدد ديونك؟ بس انا ممكن احكي اللي حصل لي امبارح؟ اه اتفضل. بس ما حدش فيكم يتريق. لا ما حدش يتريق. معقوله؟ شفت ليله الكاميرا المعفنه بتاع الست هند. انا الكاميرا بتاعتي معفنه. هلا هلا الكاميرا المعفنه يا وكيل. طلع لي منها عفريت يا سخالي. سمعت الكلام المعفن؟ وفي عفريت ليندي؟ والله طلع منها عفريت اسمه عفروتو. كمان سميته؟ ايوه عفريت. شوف ايه نايم ليه؟ شوف انا عامل حساب البلاوي دي. شوف يعني انت عشان تضحك توقع عماره 12 دور؟ ما تضحك وانت باصص فوق. هقوم عفريت ايه بس اللي ولي؟ والله يا قاسم طلع منها عفريت. شبيك لبيك عبدك ملك ايديك. اسكت مش لغوها. لا وشبيك لبيك. مين دول؟ العفاريت ولا احنا دريانين؟ يا سلام. اه والله نايمين على وداننا. لغوها وحطوا مطرحها. اقعد واتقنعر، خد نفس واتمنظر. خد نفس دي احلى حاجه. ما قالوش استعبط واستهبل وسيه علينا. تعال اجري اجري. انت هتفضل مش مصدق؟ يعني انت طلع لك عفريت بجد؟ والله يا قاسم طلع لي عفريت. يا سلام. جاب لك ايه بقى؟ ما جابش حاجه يا عم. انت هتنق فيها؟ ما جابش حاجه والله. فلوس بنالك اصلا؟ والله ما جاب حاجه. ليه؟ هو العفريت اللي طلع لي ظروفه وحشه. نعم. ظروف مين؟ العفريت ده واخد خلاط بالقسط. ايه ده؟ حالته تعبانه تعب ما حصلتش. ايه ده؟ ايه ده؟ اه والله بقى. فوق ده كله بقى صاحب مرض مسكين. يا سلام. اه صحته على قده. هم دول بيعيوا؟ بيعيوا. ده جاله تروكه وشكشوكه ورا بعض. ايه جاله؟ ايه يا وكيل؟ تروكه وشكشوكه. ده غير البيض والبسطرمه. وانا بقول لك هنتعشى ايه النهارده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ تركه وشكشوكه دي امراض معروفه. يا سلام. بتيجي فين يعني؟ بتيجي في الكبد والقوانص. اجري مناخير يا رب. كمينه العفريت. والله العظيم يا هند طلع لي عفريت. وعفريت عيل عنده 3 سنين. عنده 3 سنين يا حبيبي. طب كنت هاتهولي ارضعه. ايوه. ايه؟ بص يا اخ وكيل، بلاش تخريف بقى وبلاش صياعه. انت بعت الحاجه. ابيع ايه يا ابني؟ هات نص الفلوس واحنا مسامحين. الواد ده مجنون. ابيع ايه؟ قلش ادبك. والله العظيم انت مجنون. ما تعليش صوتك. عفريت معفن. عارف انا لو شفته؟ اقعد. عفريت ايه معفن؟ اه قلت عفريت ايه؟ اه والله قلت معفن؟ لا لا يا كذاب. انت بتقول كلام مش منطقي. اوعى تضرب تاني. لا هكسرك. اوعى تضرب تاني. بص انا هوريك عشان تقول اللي انت بتعمله. ايه ده؟ ايه؟ ما تاذيش حد. اوعى تهزرني. انا هوريك. انت راجل كبير وانا ممكن اعذبك. انا بفهمك. ايه ده الوكيل؟ تمد ايدك عليه وانا واقفه ازاي؟ يلا يلا. بقول لك ايه؟ يا نهار اسود. ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يا اخويا. ايه مش عارف فريتي. ايه ده؟ اه بلاش ده يا زي. بلاش ده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان بتشتمني. انا عزيتك مجنون. مجنون. انت لازم تزعل. انت روح فاتح